اسمها شنطة سفر. مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب، من سؤال مهزوم بيترجى الجواب. مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب، سيبك انت من دموع العين وقولي خدت ايه. شنطة سفر او ايه فضلي، خدت ايه. شنطة سفر او ايه فضلي. بس الله، برافو عليك. برافو عليك والله، موهبة رائعة جدا جدا. انا عايز في العود كمان. برافو عليك. ميرسي جدا. ممكن مثلا اعمل ايه؟ ممكن نرتجي الحياه كده. مقطوعه تغني مع لوت؟ ممكن افضل. يلا تعالى نستعيد مع بعض. ماشي اوكي. كيش وهدور في العيون تاني على فرحة وأمل تاني، وهدور في العيون تاني على فرحة وأمل تاني. أدم باعت أنا بايع،
قدم باعت انا بايع. بس خلاص الله عليك. انت بتعديل هنعزف بقى على العود دلوقتي ونختم مع جمهور عيال الشباب بعزفك على العود الجميل. ماشي اختاروك عازف مود رائع جدا. ماشي خلاص جمهور عيال الشباب خلصت حلقتنا النهارده وايه؟ الله يبارك فيكم وبكره حلقه جديده ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا.